اللي كان في الحلقه القصيره. التوقيت بقى التوقيت القصير حصل في الحلقه ال 28 والحلقه 29. مش هفصل معاك بس يعني انت لا هو كان اكتر من كده شويه. المشكله بكل صراحه خليني اكون صريح يعني دي غلطه خليني اعتبرها غلطه صريحه وانا شاركت برضو في الغلطه دي بصراحه لان احنا اثناء رمضان كنا بنقفل الحلقات وحاجات زي كده وحتى احنا بقى لنا ايام تصوير قليله ولقينا ان بنسبه 99% رمضان هيبقى 29 يوم فانا فاتيت صراحه خليني اكون صريح اول واحد فات الفاتيه دي يعني قلت يا جماعه عايزين خلي المسلسل 29 يوم احسن 29 حلقه احسن علشان ال 30 هتبقى في العيد وانا كان بالنسبه لي بصراحه الحلقه ال 30 واكتمال الصوره كان هاجس يعني مهم جدا جدا ان الصوره تكتمل لكل المشاهدين ما فيش حد مثلا يروح مسافر اول يوم العيد فيروح مطير الحلقه الاخيره هيبقى المسلسل كله فيه مشكله فانا رحت فاتي الفاتي دي بصراحه يعني ساعات كتير بطلع بطاقات كده فمسحوها في انا فجينا في وقت معين كان يعني كان هيبقى الحلقه ال 28 وال 29 دول ال 28 كانت تبقى حلقه طويله بقى والحلقه ال 30 زي ما هي فاللي حصل انه كان يعني تسرع جدا فجالنا الرد انه ما ينفعش يعني بعد ما حاولنا ننفذ ده جالنا الرد انه ما ينفعش حاجه مالهاش علاقه بينا خالص ولا بالمسلسل دي حاجه فعلا عقود مقضيه وحاجه ليها علاقه بالقناه وحاجه ليها علاقه باعلانات يعني فعلا هم اللي صح يعني احنا اللي غلط ده اتفاق من اول انه لازم يبقى ال 30 حلقه و 30 حلقه اليوم فطبعا هم اللي صح احنا اللي نتحمل المشكله ده فاضطرينا يعني زي ما يكونوا يرجعوا مونتاج تاني يعني نحاول نظبطهم لان كان صعب قوي نخش نصور مشاهد ملهاش لازمه ونسقطها في وسط المسلسل ده كان هيبقى وحش قوي وده على فكره اسهل حاجه يعني اسهل حاجه ان انا اقعد اجيب اتنين بيتكلموا في اوضه لمده 10 دقائق اسهل حاجه يعني يتكلموا وفي الاخر المعلومه قد كده بس انا ما بحبش اعمل ده يعني بحب على فكره في كل المسلسلات مش في الجونر اللي بتاع السنه دي بس في كل الحاجات اللي كانت قبل كده بحب قوي المشهد يبقى مشدود زي ما بيقولوا يعني يبقى المعلومه صريحه وواضحه ومباشره وسريعه فطلع في الاخر النتيجه جايز زعلت ناس مننا شويه بس مسحوها فيا يعني هي بس في 28 29 كان المفروض هيبقوا حلقه واحده